صدق وعدا ونصر عبدا وأعد له وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو الله أكبر لا إله إلا الله.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Thank you.
بِهِمْ وَيَبْقُونَ آمِينَ. سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ جُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّمَا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ثم إن علينا حسابهم.
السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله الذي لا تدركه الأوهام ولا الظنون ولا تهويه الأبصار ولا العيون ولا تناله الآفات ولا المنون. سبحانه سبحانه أنزل الكتاب المنون وأرسل السحاب الهدون وأخرج رب الدماء من يابس الغصون وهو الذي خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون وهو الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه سبحانه تكونت بقدرته الأشياء وتوالت برحمته الآلاء وانشقت بحكمته الأرض والسماء فيرحم من يشاء وإليه تقلبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا إلى الخير محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر 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 ما لاح الإمارات الفلاح على من وصل بيته الحرام. الله أكبر ما ساروا في البر والبحر تحرسهم عناية الملك العلام. الله أكبر ما جدوا في المسير حتى يشهدوا الكعبة المنية. الله أكبر ما سعوا. الله أكبر ما طافوا بالبيت الحرام. الله أكبر ما شربوا من ماء زمزم المطهر. الله أكبر ما هانت مطايا الأشواق إلى عرفات. الله أكبر ما ابتهلوا لله ليغفر لهم الذنوب والسلام. رفعوا الأكفار سند عرفه وتجمدوا لله في عرفاته شهدا تجليهم سحاب رحمته غبرا يفيض النور في القسمات وكأن أجنحة الملائكة عانقت أرواحهم بالبر والطاعات. هنوك يا إلهي تبتغي عفوا وترجو سابغ الرحمات. فاقبل يا أهل الحق كل طاعات وامحي الذنوب وكفر الزلات. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلم الكريم نحن في يوم من أعظم الأيام وأجلها عند الله تبارك وتعالى. هذا اليوم هو يوم الأضحى الذي يعقد ركنا عظيما من أركان الإسلام. أخبر عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هذا اليوم الذي تباهى المولى عز وجل به عباده ملائكته وقال انظروا إلى عبادي جاءوني شعدا كبرى من كل فرج عميق من كل فج عميق يرجون جنتي ويرجون رحمتي. أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهم. ثم يقول المولى عز وجل أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم لهم. هذا
سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذه السنة التي ضربت لنا أروع الأمثلة في التضحية والفداء. سيدنا إبراهيم يبلغ من العمر 86 عاما بعدما اشتعل شيب رأسه، هنا يدعو ربه جل وعلا أن يرزقه المولى عز وجل الولد. انظروا إخوة الإيمان والإسلام، رجل وهن عرضه، رجل كبر في السن، ومع ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه المولى عز وجل الولد. فانظروا ماذا كان الجزاء، إنه دعا من؟ دعا الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلم الكريم، هذا درس نأخذه من هذه القصة، أن المسلم إذا سأل يسأل الله تبارك وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لما سأل ربه أن يهديه الولد أو أن يرزقه الولد، هنا قال له المولى عز وجل: فبشرناه بغلام حليم. انظروا إخوة الإيمان والإسلام، فبعدما رزقه المولى عز وجل هذا الولد، حبه سيدنا إبراهيم حبا جما حتى بلغ حبه شفاف قلبه. هنا كان الابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ابتلى المولى عز وجل سيدنا إبراهيم في هذا الولد الذي جاء على قضاء. انظروا إخوة الإيمان والإسلام، رأى في منامه أنه يسبح ولده إسماعيل، ولما رأى في منامه أنه يسبح فردة كاملة، فماذا يفعل؟ ماذا يصنع هذا النبي؟ ورؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا الأنبياء حق، أراد أن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فماذا كان رد هذا الغلام؟ ماذا كان رد هذا الغلام؟ أقال لولد، أقال لأبيه: أبيك قبل، أبيك جنون، ترى في المنام أنك تذبحني وتريد أن تذبحني؟ كلا وألف كلا. ماذا قال له هذا الولد النبي الذي تربى في مدرسة الأنبياء؟ يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وعند ذلك حينما هم بذبح ولده كان الجزاء من الله، وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. من هنا نحيي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام. أيها المسلم الكريم، في هذا اليوم الأغر المبارك ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكفشين أملحين أقرنين أبيضين. ضحى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الأول وسمى وكبر وقال: بسم الله، اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد. وقال عن الثاني: وهذا عمن لم يضحي بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنه يوم أغر، إنه يوم عظيم مبارك. هذه الأضحية لا بد وأن تطيب بها النفس، لا بد وأن تخلص فيها النية لله تبارك وتعالى، اقتدارا وامتثالا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عد لنا دليل في مثل هذا اليوم، في يوم التحريم، أفضل عند الله سبحانه وتعالى من إهراب دم. وإنها تأتي يوم القيامة بأشعارها وأطرافها وقرونها، وإن الدم يقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيب بها نفسه. أيها المسلم الكريم، هذا يوم التضحية، يوم الوفاء، يوم البر. فإلزاما علينا إخوة الإيمان والإسلام أن نحيي هذه السنة مخلصين لله تبارك وتعالى، أو كما قال: التائب من ذنبك من لا دفع، والتائب من ذنب حبيب الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله
سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقوتنا إلى الخير محمد رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، 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 ولله الحمد. أيها المسلم الكريم، هذا يوم عظيم، هذا يوم التواصل، وهذا يوم التزاور، هذا يوم صلة الأرحام، هذا يوم كفالة اليتيم. فيا أيها المسلم الكريم، بعد نصف عينيك، بعدما تأكل من أضحيتك وأنت أهل بيتك، لابد وأن تراعي فيها حق الفقراء وحق المساكين امتثالاً وامتناناً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يوم الصفح عن بعضنا البعض. أيها المسلم الكريم، إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا لن ندخل الجنة بأعمالنا ولا بصلاتنا ولا بحجنا، ولكن ندخل الجنة بتعاملنا وبحبنا ببعضنا البعض. قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا ما فعلتم وتحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هذا يوم التعارف، هذا يوم التزاور. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه قسوة قلبه، قال له: يا رسول الله، إني أشكو إليك قسوة قلبي يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أتحب أو أتحب أن يلين قلبك وتنظرك حاجتك؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال له: امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعام تنظرك حاجتك ويلين قلبك. هذا يوم الطعام، يوم التزاور. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في دوامهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نسأل الله جل وعلا في هذا اليوم الأرض المبارك أن يرزقنا حج بيته الحرام. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. إنك يا ربنا السميع القريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ أسرنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم أدم عليها الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم من أراد بمثلنا سوءا فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى رحالكم يرحمكم الله.